يا هلا وحياك هجود يا عيال. يا مرحبا مليون يا شباب. اقوم شباب كرسي. ارجوكم نبغى وائل. سؤال وائل لكم سؤال. ارجوكم سؤال. زين اني مدحته قبل ما وائل يلبي دكتور فارس. انت انا ايش اقول لك يا شيخ؟ بس تكفى عقد احتكار. ابشر ابشر وائل. صباح الخير يا بعدي. صباح النور والسرور عليك وعلى ضيوفك المحترمين. امرني يا وائل. والله بس اسلم عليكم ما عندي شيء. وائل حبيبي بسالك سؤال. دقيقه خليني اقول لك. اسلم. انا والله مبسوط. الله عز وجل انعم علي بنعمه ما بعدها نعمه. الحمد لله يا رب. الاسبوع حقي حق البلديه والله ما تعبت ذاك التعب. جات مفاجات. جاء اسبوع العلوم. جاء الشباب ما قدموا حق الشهداء عبد الله بن دفن. الشباب اللي معه زياره اخو منيف. زياره ام سالم. ام صالح الزهيري. اخوان محمد عثمان. يا رب انت كريم يا الله. اسبوع ما حد بيكرر. ما حد بيكرر من الله عز وجل. وبكره وبكره يا زياد بكره سيد ابويا اصل تشوف ان شاء الله. وائل وائل يا وائل يا لبيه. قبل لا ادخل الفقره باربع دقائق مني كنت واقف ومر شخص وقال كلمه. وش الكلمه؟ قال احبك يا علي. لا 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 تصرف بسرعه قلها يا علي. انت تحبني؟ خليك من تحبني. سؤال. انت تحبني؟ احب الدراهم بس كلمني الان. كلكم الاثنين على عين وراس. ها كلمني يا وائل. جاوب بصراحه. ها ما ابغى اسم الشخص بس ايش قال. ايش قول. والله ما تقول. طيب ما ابغى. والله ما اقول اسم الشخص. والله خلاص يا رجل حلفت. خلاص ما دام انك حلفت هذا بيني وبينك والله عز وجل والله خصمك يوم القيامه. خلاص. قال امس شفتك في الجوال انت بعمك. قبل امس شفت مقطع لك انت امك وانت تتكلم عن واحد من المتسابقين. واحد متسابقين. قلت شلون دريت؟ قال والله دريت. قلت ايوه كيف الحال؟ هو اللي جاب نفسه. هو اللي جاينا يعني هم من فانزاتك يتابعك يعني. الله يطول عمره. شكرا لله. ما ادري الشباب يعني متابعين في السناب للدرجه. اوجه لكم رسائل بالخاص. راسلوني طبعا عشان اتفاهم معكم بالخاص. ليش كذا طيب؟ ايش ليش كذا؟ ايش دخلني انا؟ ما دخل. طيب انت اللي مراجع. انت الشاهد يا وائل. وائل معك الدكتور فارس. يا مرحبا. مرحبا منيف. ايوه ربي جاب العسل هذا يا ربع. الشخص هذا احبه في الله وانا والله اني اموت فيك يعلم الله. عزيز وغالي هذا الادمي وترى بخير. بيض الله وجهك. نورتنا يا منيف. الله يطمن حالك ويسر امرك. معك الدكتور فارس يا وائل. حياك حياك الله يا وائل. والله حياك انت مليون حبيب قلبي والله. الله يسعدك يا غالي. انت من نجوم المرح في البرنامج. الله يبارك فيك. دفنا مجموعه من الشباب بس انت لا تضوي العيد على قولة بن دفنة. ابشرك انا العيد بنفسه. هذا هو. وبالنسبه لعلي ترى علي خلاص تنازل بما ان اليوم حمله الام. وجه لنا سلام. يوجه للاستاذ منيف والحمد لله على سلامته. يستاهل بيض الله وجهكم. انا بس ابغى عندي طلب بسيط ما منكم كلام اليوم تسمعوا منه. طيب اول شيء دكتور وائل. ها اسلم 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 وائل. طيب. عجل ما شاء الله انت. طيب انا بعجل. تكفون يعني فقره السجن والله حلوه وجميله ويصير فيها حاجات حلوه لو كذا بس تتكررون عليها فيضا ونساء امرا. لو تعطوها ثلاث ثواني من كلامكم في اليوم والله جميله. يدخلوا فيها ناس تخيلوا شوف زد مهاراتك تصير فيها مواهب. والله حتى السجن فيها مواهب وسوالف مع ان ما نتمنى بس نشوفها اذا كان ما يضايقكم. اذا رايكم وائل كتقارير. لا لا ما يقصد حديثنا في الحلقه. انا احب مرجان ومن جيزان. وكيف امورك يا وائل؟ ها اقول لك شيء. ابغى اقول لك شيء. انا ما راح ارد عليك في ايش اسمه يا حبيبي بسرعه كشم الروم. ايه في الكشم الروم ما انا ارد عليك. برد عليك بكره في الليل الجيزاني. اسلم معكم فزاع. معكم فزاع والله انا ما عندي شيء. وائل الله يعطيك العافيه. شكرا لك. الله يستر لك. ومتأملين خير في الفقره اللي بكره ان شاء الله باذن الله. بعد وانت رجل محبوب من اخوياك ومحبوب من الناس. تستاهل كل خير. يستاهلك الطيب يا غالي. يعطيك العافيه. وبالنسبه لمرجان انا اليوم كنت حاضر على الشاشه الحوار اللي دار بين مرجان بين محمد عثمان. وطبعا اذا كان التقارير ما جابوا السجن ترى مرجان ما يحلى اليوم الا بمرجان. ولا يحلى اليوم الا بشوفتنا المرجان. وكم تكلمنا عن مرجان وعن اثره وعن مجهود وقلنا الرجل ذا تكلمنا فيه وانه من العام يعني حصلت له ظروف وواصل على شغله. اهنيه ولكن احسن الظن فينا مثل ما نحسن الظن فيكم. بس في مين؟ اقول هذه وصيه. احسن الظن فينا لان مرجان نفسه احسن الظن. قال يمكن مشغولين يمكن العدد كبير وهذا مو بعذر لنا. احنا والله محسنين ولو محل لو حن مو محسنين ما حن جالسين نتفرج. كان رحنا نمنا وخلاص. لا 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 هي رساله وصلت بس. بضيف حاجه بسيطه صغيره. لبيك. انا اكتشفت اليوم ان الجائزه القطريه اللي جاتني من ام تركي اللي هي السباق للخير لذريتي انا اقول لها بيض الله وجهك بيض الله وجهك. وعندي طلب لو تحولين الهديه هذه على ذريتي اكون لك من الشاكرين وعلى راسي والله. وافي يا وائل والله يعطيك العافيه ويبيض وجهك. يوم تركي من قطر دائما اياديك بيضاء في المواضيع هذه. الله يعطيك